السيد الدكتور معالي سالي بن محمد المالي مدير عام الإيسيسكو، السيد دكتور محمد جنون رئيس مؤسسة عبد الله جنون للثقافة والبحث العلمي، السيد رئيس الدكتور مصطفى الزباخ رئيس منظمة المجتمع المدني الدولية لقيم المواطنة والتنمية والحوار، معالي سفير الجمهورية اليمنية السيد عز الدين الأصبحي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السادة الأساتذة، السادة الحضور الأفاضل. أشكر الدكتور محمد بن نون والدكتور مصطفى الصباح على دعوتهما الكريمة، وأنا سعيدة الآن بوجودي بينكم هنا للمشاركة في تكريم أو في ندوة وطنية بعنوان الإيسيسكو وسؤال التطور والتجديد، تكريما لمديرها معالي الدكتور سالم بن محمد المالك. وإنها لعمري سنة حميدة، ووفاء منقطع النظير لتكريم أعلامنا وعلمائنا، تسليط الضوء على منجزاتهم العلمية والإبداعية، خاصة في إطار سؤال التطور والتجديد الذي نحتاجه لمعاينة جميع مجالاتنا الثقافية والفكرية وغير ذلك. جئتكم من مدينة أميرة الحمائم بتطوان لألقي على مسامعكم الكريمة بعضا من النبضات التي تفيض حينا بعد حين. قال العارف بأسرار الجوى في رواية موصولة: فأنا نظرت أسرت، وأن حضرت رويت، وكأن الذي مسها وتر تدفق لحنا يصوغ من النبض ما ليس يفنى. أنا بوح، أنا بوح تجلى في غمام، وميض تناثر في خيال. إذا ما البرد أسكنني مقاما تلاقح في مواجيدي سؤال، سؤال وجهتي وأنت يقين السؤال. أنا أندلس الرؤى، أنا أندلس الرؤى، أسري ندية في سر الوجود. إذا ما المساء أغواني بوصل تركت الروح تفضي إلى فيض. ألا من يكتم الأسرار عني، ألا من يكتم الأسرار عني، فإني قد كشفتها في عمق السجون، في عمق السجون. ترنيمة الوجد: غردي، غردي بين كل زهر وورد، واسكبي من رحيق شدوك يجدي، وادعي الكون، ودعي الكون ينتشي من بهائه، وانتقي الطيب من مدى كل وعد، وانثري، وانثري البوحة كلما هاج نبض، واسرحي في ربى الصبابة والوجد، فهناك النفوس ترسل حدسا وفيوضات تسري دون صد. ود قلبي، ود قلبي لو كان عشبا نديا يرتوي منك كل جسر ومد، يتهادى، يتهادى في كرمة العشق زهوا، يقطع العمر بين وصل وورد. أي نجوى وأي همس تجلى يعتلي الغيم حالما بالقصد. وحدتنا، وحدتنا سبحة الروح، فصرنا نجمة يهفو إليها كل فرد.
في ليال نثرت أسرار نفسي وأباحت في الدجى وصل العهد. يا سابحا في المقامات ترفق، لا تذرني فأنا في الآه وحدي. شكرا على إصغائكم، وأرجو لمعالي الدكتور سالم بن محمد المالك الصحة والعافية والمزيد من العطاءات العلمية والإبداعية، وأشكر اللجنة المنظمة وأشكر الحضور الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.